فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن تسوية الصفوف واجبة وأن اختلالها محرم؟ نعم، بلا شك أن تسويتها واجبة واختلالها محرم لما فيه من الوعيد، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في رواية خالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.